بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذاك جوكتان موقال أن عادي أهين حالات دك دك أيان ماشان إذن كلاو داك الدونا كسر دوادة ورباهين تيني كبها وذي ساوثن ميديا كوبريشن ومر والبعد كهشان ورك حقيقوين كاه سياسة دا إسديدن يكوا إسوغل إسرا سبين يجيس كافريكا دلك حالات دي سوي علوس تهي dagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaalaha meel walba ee dunida ka joogtaan gmail ayaa u soo dhacay xalane hadda daqiiqada ka hor kaas aan ugu kalifay in aan dadka la wadaagno meesha dalka uu marayo على ضوء علوستها والله وهذا هذا واي دمان وحي رير قلبيتك كجوغا صوماليا بط اي بري استنبي اي لقلي هذا ناو هذا انقول الله بط اي بري انا يموغي اذا عدا صوماليات ومضى اني اشقيان ان اسكو ذا جيب كو ذا اشقيستان خطرتان هديسن كدغينين صبت وريال اي وين انا موغي وركا ادو فهم بدين عيد ما فديا صوماليانا وحنا نو جوغا دد اجنبي اه دمان ستام بي بال غلي هدا حالد علوس با جيرته خطر بريغا دحه الا يا جيسكا افريكا اسكو خيريسا ايا حد تاغن هدا وخ فهميسد بريغا دحه الا يا جيسكا افريكا جيسكا افريكانا ادا دغن ابسي وخا جيرته تاريخ دا مركي اوغو ريسه ان سوماليا غنتالدا بلاستيكا ليسو استعمالو gantaalada balaastikada in la isu isticmaalo xaalada taagan Soomaaliya anaga baatiyadeena iyo sandaqadeena ayaan isku haysanaa laakiin sheekadu way culus tahay waxaana suuragal ah dagaalka saddexaad ee adduunka in horseedkeeda uu noqdo geeska Afrika sida xaaladda hadda ay ku socoto duulimaadyada caalamiga ah hadda aan kula hadlayo dhamaan فرين ايا لودري فرين توا قرسودي خطر وين ان اي كوسو سوتو جيسكا افريكا ايان دخداسا وحان كو دحاي دغال هدو بلودو دوليماديدو وي غو ايدونان كو خيرايا سوماليا يا عالم كله ساسان كولا وداغي وحد مودا ان نتيجه اي سو سوتو هدا dambalkan ayaa soo diray dambalkan waxa soo diray dawladda Mareykanka iyo dawladda Ingiriiska afka kama dhowraayo gmail bay ku soo direen hadda xalanaha fadhiya Muqdisho loo soo diray boorsooyinkeena diyaar garaysta la yiri in case haday khatar timaado si degdeg dalka uga baxdaan madaxweynaha Soomaaliya sidoonada oo dhan way wada shaqeeyaan magacyada wadamada ma sheegayo sabab jira daraadood madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud awada waxa ay u badan tahay si dhumaaleysiya xilliga jiifka in uu ku tago magaalo kamida magaalooyinka Al-Shabaab ay haystaan anigu magaalada ay tahay ma garan karo laakiin laba magaalo midkood ayay u badan tahay inuu tagi doono awada وصيفة شلنا إنا مغالا ليرادو بو آلي أو جبادة لحكو تالا أو الشباب هادا هايستا أما مغال أو فايرسكي الله يقول صوب الله
أرين ده علاش تاي سوالي سوالي وحن أرين ما أرك تانية فايرس ات already ولا يوصل باللابي بالكو نيكينا يا حالا ده مركي كتريهين استوديو يجساسو أجريرة ما غير جوبين متصدح كن جوجا مت ماركي سيلا بكون مت تضرب كون حياه بدن إجعلها يعني مركي نيكدي وين باللابي تاي فايرس ك سو ما جديد والله حالا ده علاش تاي مدحوينها الصومالي عوضة سلو ماليسيا ساعدة ما جرنا أيو وحدونا يا إنه ماليسيا وكتجو لبن مجاله على الشباب أي هيستان بتكوت بقالي إنه تجو حوي وأبدن تاعي مجاله ده اللي بعدنا وعلبور اللي بعده سين مجاله أيو تجدونا مدحوينا الصومالي عاوة سيد قرشها ويا هاي تاسانا كأنت إن رجال بيتك إنجليزي مريكنكو جيميل دق دقة إصاب دران أو إمرجنسي آه أو استان بين الجليو دمان وحي بضع عيدا كجوجا كرير قلبتك مدحوينا يا راعة يا مرك أنت أنا أوجا هاي هدوسا صفر كاسي كبا قنن وحا قرشيسا رك معني ساحي بديس إني راعان أو كوكي هاي شيخ مختار روبو علي أبو منصور ووسيرك دينته هي أوقافته فدرالك الصومالية ده أصلنا معنى هنجري هجاميها اللبات أورك الشباب قابته لقو كل مايو وحيسوكو تجدونا لماان مدحدة الشباب إياكو كل مايو قربك ماركي سيمعنيه حسن شيخ محمود تاغير سن إيا قربكي كسو هرجيدي أو وضا هذا اللد إيلا الدونيين إنا إلا قلان كلان كاسي وحالوغو سوغو آمين دونا حسن إي تيم كيسي وحيكو سوغو آمين دونان دالك إن لغردigo سيدي أفغانستان أوكالي أو داقال لغليو إيوه إن ما أركي سيمعنيه داقال آن لغلينين تاندادا لأغلادو مركا عوضا بسم الله الرحمن الرحيم نما يوم ما يأغلاتان إنان هادلك ليا حتى ولا يبلي وركان إنه علو سواد دريبي سأكو أجاتي إليه ندعو فيري وأكتو صايا ولا الكيو هدودي مرقاتي إيجا نقو فيريس كحوق جبدان إنا لقو صفراي فيري سيدا أني كنا يدتك أرنا إجت جهد وربحين تان مركا عن شيء جايو ملحوينها الصومالية إنه معنيه مجالك مدى الشباب مجالوين كيهستان عوض وآدي دانو وجيسك أفريقيا استنبي لقليه دمان إذا مدي تشوقي رجال بيتك حالنا جيميل إنه أسود عايمر كان شيء جايو هدودي مرقاتي إيجا نقطة موقال كده لايف بعد أضع ونيسان هدودي إنه موقال كان هدا عن دبي وان إذن لو ذاك الدونا مركان ماشان تابتي فيرس كود وجدان مرك هدام بين شيء جايو هني أنت هسي ما بلقو مش لقو صو مشغول إن صو ما عوان كان ليتا أو مارك يسأل نكا مسكين كا ويسجع هاد لايو مرك شيء كده وعلوس تاي سومالي هداد هردان والله معنيه أما فضوديست أما فضوديسانينا حاوي بطء بري لوان قم إن يرهدان أيا لغا يابا صوماليا حالات ديدو أد بيو علوستهي ماركي سيباري قد حي إلا إيو جيسك أفريكا حاوي حالات دو إسكو حيلانتهي سير دونا دا عوضا حالات دا مسحنا على حاسل دقيقة دا كور رير قلبات كانو حاوي بورسوين كودو هادا معنى ويحر حرتين هادي بحاشو أي معنيه إسروكتو إنا يبدكو عراران دياردكو عراران سيدا سيدونيا شيء كذا أدي علوستاي والله يسمى ودان مان النجا معني رهره إني وحاس شيء كذا ويكون تاعي مركب مدحوينها الصومالية وحوضن دونا عاوة ماركة يسرق تيم كيسي كترسن أبو منصور أيانا كوكا أنا يقول مجرنا أي مجال هذا وكذا جد دانه سيدا قرشيسن مجال هذا علبور والشباب هذا إيه هيستان أما مجال هذا بو آلي لبده سي مجال مدود أيو كذا جد دانه وأوجد السيد معني بيش كي يقولني كنا أيو فيروس حتى كلا قمله هدي إقامة لهاين سيد كمال خشوقي أو كلا إيه شرشري لهاين كون وأيو مصير كي ضلك أردن ومعني عاو وحوين أيام فشلنا أيام وقتها هذا ده سهل كلاطع شاكد وعلوستاي والله ما أركيس سمال لنا أنا بنت لنا أنا هاي ما يلان وحصل المجران مركب دحوينها ماشى سي عوض مركو كدقو وحي الشباب كي يسقو ay ka tashan doonaan in ma arkayse
Soomaaliya sidii Afghanistan laga dhigo oo dagaal la galiyo dagaalkana marka la galiyo markaasi nimankan reer galbeedka sidii Afghanistan ay uga soo carareen oo kale inay ka soo cararaan marka Mareykanka Ingiriiska ayaa la diidan yahay ee shabaabka shirka lala shiraaya daba jooga wadamadee maga ma rabo magacyadooda inaan sheego sababo jira daraadood laakiin waa dareemi kartaan wadamo dhowr ah oo macnaheedu ka soo horjeeda Mareykanka Ingiriiska ayaa ku taageeray madaxweynaha Soomaaliya iyo tiimka Al-Shabaab in dalka Afghanistan laga dhigo tani waxay ku soo beegmaysaa kadib markii uu fashilmay shirkii golaha wada tashiga qaran hadaayaan ku sheegay waxaan ku dhahay shirkaasi waxa lagu kala tagay nin walba kitaabkiisa nacam baa ugu taala warqada la soo qorayna dama arkayse macnaheeda kala tagista toos uma sheegi karnaa shacabka intaas loo sheegay ahayd lafta gareen ba meeshaasi iyo qorqor minka cuskaday sidii lagu kala tagay marka yaanan warku ugu daalinin awada Soomaaliya ilaahayday leedahay hadii loo soo go'aamiyo sidii Afghanistan oo kale waxa way bad iyo cir iyo dhul way xiran tahay Soomaaliya diyaaradaha hadaba digniin loo diray now sida hadda ma arkayse xalana gmailka loogu soo diray diyaaradaha caalamiga ah macnaheey fariimaha loo diray digniin qatar ah ma arkayse meeshaasi hadii sidii Afghanistan laga dhigana inaan laga hari doonin oo ma arkayse Ingiriiska Mareykanka iyo xulufadooda reer Yurub iyaguna gantaalada balaastikada ah inay soo macnaheey isticmaali doonaan nimankan shabaabka iyo dawladaha taageersana in ma arkayse gantaalaha balaastikada ay isticmaali doonaan sidaas aa lagu balansan yahay marka cabsidaas aa taagan caawa dalka Soomaaliya xaaladiisu waa hadhahadha hadii Falastiin iyo bariga dhexe aad ogtihiin oo iyo wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan oo isagana dhahay Iran macnaheey dagaal bay geli doontaa waxaas oo dhan way isku xiran yihiin taa ogaada Xasan Sheikh Maxamuud Iran waa ku group inaa ogtihiin baa muhiim ah sidoo kale ma arkayse marbu damcayaan ku dhahay inuu u dhunto Tel Aviv hadaay marka sheekada aad bay culus tahay dhageysta daawada hadii ma arkayse macnaheey aad caadifad u qaadatidna u qaado haddadan u qaadan ha u qaadanin abwaan sugaal abdulle xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa dilay waxayna u dileen ma arkayse macnahi suugan u tiriyay oo ma arkayse macnahi wadaniyada inay ka soo horjeedaan nimankan uu ku cabirayo marka awada sheekadu way culus tahay marka kulay muuqaalkan waan idin marqaatiyeyn doona si aan wax u sheego ma aqaan dagaalka ka socda meesha la yiraahdo Gedo Mareexaan iyo macallin weyne isma haystaan runta hadaan kuu sheego dagaalkaasi waxa meesha ku dagaalamaya villas waxa ku dagaalamaya villa Soomaaliya iyo villa Addis Ababa warka inuu ku cadaadaa fiican hadaa wax fahmaysid waay aniga afkayga wax badan ka raadin stambeegana sababta loo galay waxa weey xuutiinta inay soo galaan laga baqayaa ma aqgado hadda ma fahmaysa xuuti hadduu soo galana salaan iyo kala tagay waaye diyaarada sheegaysa ma arkaysa gorgor xataa ma beebi karo xuuti hadduu soo galo nimanka iyagoo Yemen jooga macnaheed Israa'iil duqeynaya hadda ayaa laga baqayaa horaana waxaan kuugu sheegay xuutiinta iyo shabaab inay heshiis galeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo shabaabna in heshiis ay yihiin garabka kalena qadar wati ay isku dayeen ayaan dhawayd inay ku heshiiyaan tii marka cawada in la soo afjaro ayaa loo socdaa kadibna dalka Afganbi lagu dhufto oo macnaheed teendada lagaga cararayo okay Afganbigaasi hadduu dhaco marinkan uu xirmayaa marka marinkan biyaha ah uu xirmayaa reer galbeedkana wadankan istaraatiiji bay u arkaan nimankan marka xuuti inay soo geliyaan bay noqonaysaa shabaabka iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkan isku xiran xuuti bay isticmaali doonaan iyo wadamada daba taagan ee reer galbeed ka soo horjeeda marka Soomaaliya iyo biyaheeda waxay noqonayaan daraadan ku dhahay Soomaaliya bariga dhexeeda cusub geeska Afrika dhibaatada bariga dhexe ka taagan 6 sano la lahaa xaaladda waa sidee bariga dhexe bariga geeska Afrika macnaheedu barigi dhexe inay geeska Afrika bedesho cabsidaasa taala hadda wax fahmaysid marka kala carar baa ka jira hadda diblomaasiyinta ee ma arkayse macnahi badaba Istanbul la galiyaan kula yahay wixii markab reer galbeed hub saarna
وبدأ نيجوجي سوماليا وحير قلبها ناو استنبي كجيران هذا ديار هذا دقنينا لودر عالمية حد عن كل هذا لايو دقنينا لودر خطر دق دقة إنه إيمان كرتو مركه شركة هسي إنه آديان حسن إساحي بديس عوضه ومصير كسوماليا يجيز كأفريقيا معني جيز كأفريقيا ودن دجال إنه قالوا إلهي أدي سبب إلهي ماركيس مقدشو إلهي ماركيس أفكا جيبوتي دجال إن معني كقرحو إلهي بضة يمن مباب المندب بضة عس بض وين تهندية براكيب تمرية معني إن جروب سكحيران يعني أي كدجالمان شباب له حوتين له إيران له ماركيس روش تاجيري شين شكد وسداسي مارك كلي وحي كسبها أرجعني الحوينا الصومالية حتى كما تعصي ذا ينبع أم لا ينيا ضد كي إسكولا بوليسية اللي قد لي أبوان سجالي معني هلا جاء مسي سجابيري مارك حالة وسداسي أنا جا مارك إيميل ده ورح فردنا شكد ما يشاء سي مريسا مارك الصوماليو أما سيفض أقاضه أما سيعلوس أقاضه ده قال كان لوق مريحاني معلم وين مان dadka cabada rida iyagu wax ma ogeyn laakin ma ahan dagaalkaasi waa villa somalia iyo villa hadisaba ogow marka abd al-aziz lafta gareen bihitaankiisi iyo gmailkan isku feeri marka horaan waxaan ku dhaashay 15 wixii ka dambeeyay somalia xaalkeedu waa hadhaad xasan marka wixii ku dheenaan ku dhahay inuu is cadee dawlad goboladeen doorasho galaan isagana waan ismiidaaminayaa buu yiri xitaa saaxiibadiisu wuxuu ku yiri nimaayo cidi aan qorsheyga ogolaynahay iska baxaan jaamac iyo dadkaasi sahnay aadeen hadaa ogtihiin tuuto inuu xirtay maarkta jaamac ilaa iyo galmudug iyo meeshaas helicopter meeshii lagu shiri lahaa waay awada أنا وحنو بدينا عيل بورو ليبا ما تكرتاي ما ندونا كوب بدن أو معني ميرد على الشباب أي ما ندونا شركة سو حلقو آمين دونا دل كان أفجن بمكل فنا إلا يأدي سبب دجال كمعني مكة عنا مسكوك نح قصنا يبط يبر مسسدان عوض الجوان كاس شركة ماشاء الله صعدا هدي إلهي أكرر على النقطة هدو نجو جولينا هدو حسن شيخ محمود صف شركاسي أنا كبا كباقنين already هالقلبات كسرتي سوى هلين مرايكن كي إنجليز ك حالنا جيميل يصدرن already now أنا كل الله يد ولا أجي إنه بحر ربو إنه يعني عاو شير ربان إن معني الضلكة ماركيس تاساك أنت مارك بط يبري إنه حيران هذا stampy وحي ماشى سكسو بحاجة أي فيرين أيام جو أنكي أفغان بيجسدي أفغانستان أوكله may qaadan doonaan mise mooje nimayo intaasii ka badan studio ba iga qarxi rababa fayriska second la igu soo tuuraya il brixsi gantaala la igu soo tuuraya nimayo dalkaan waa la isku haysta wax warami kale male arkayse horana waxaan kugu sheegay dadka madaxyadooda in lacag laga qaadi doono brito le hadda registration sameeyay $17 lacagta laga guranayo maana dalkaan wax doorasho hatta qof yicdo ma socdo dalkaan wuxuu u socdaa macnahe dagaal in la galiyo Ethiopia Somalia xootiin la soo galiyo markayse macnahe buskudka macnahe baatiyadan iyo shirashara shaararkan aan gadano shaandhe in laga dhigo anaga aan dunduno qorsho noocaas ah socda reer galbeedkana way ogyihiin wadar ogol ayay dhahayn isagana inuu ka dulboodo doonaya marka dawlad goboleedada hadduu ay u feermeen waayeen nin walba tabartiisa waa marka Soomaalida u diyaar garowdo arintaasi ilaahayna umadeena habad baadiyo dalka xaaladiisa meel adag bay maraysa hawadii hadda digniina loo diray diyaaradaha nadiifay Yuusuf Qaran ayaan chance gaaban siin doonaa hadii ay maarkaysay macnihi way ila joogta macnihi inkastoo aniga nafsadii xaaladeeda adag tahay nadiifo maarkaysay macnihi waqti badan ma hayo maarkaysay waqtigu waa dhadhac laakiin dalka caawada marxalad kale uu galay kaftan ma ahan macnihi propaganda ma ahan sheekada aad ay culus tahay umalayn maayo hadhowdi waxaan ka baqayaa qofka Soomaaliya jooga inuu xataa ka soo bixi kari waayo dadka macnahe marka qurbaha dad qurbaha ka tagay oo jooga laga yaabo Soomaaliya inay jiraan nadiif waqtigu gaaban yahay maxaa ku dari lahayd abu waa
أوكي أذن وأكو سلام يا أبو وحكلو مسو جلين وحان ربا هلكن تعسي وين وين إله با وين إن كديره وأنا أذو جعلابان أركي ولا إيسو دري دتك إن شاء الله كجريه ده ماشة كم ده ودني أها جوبا بدي سي كبيه دي صغيرة لهاين ما أنتنا إلهي وحان وقبر يا إنه ماركتي جنة دي س ku irsaaqo ku abaal mariyo wanaagsan abwaan sugaal abdulle abwaan sugaal abdulle waxaan rabaa halkan taasiina uga diro ummada soomaaliyeed horta marka hore inta wadaniyada jecel inta islaannimada jecel inta in ummada dhigooda iyo balaayada haysata ka baxdo jecel inta isku xirka iyo wanaaga ka shaqeynaysey gaar ahaan waxaan halkan uga diray caruurtiisi ehelkiisi xaasaskiisi iyo maxayte dadkiisii oo dhan waxaan leeyahay garab weyn baad dumay ilaa xalay wallahi saa u maqlay waan ooynay idaha codku ay xiran yahay hata ma hadli karo waa meel la isu soo jeestay waa meel la iska dilayo indhaha la iska ridaayo waa meel ma aragtay la isbaabi inay marka walaal waxaan u soo galay ma hadli karo wax kale ma soo galin taasidaasan aniga magaca idaacadan iyo inta ka hadasha iyo umada Soomaaliyeed aan hadli karin ee wanaag jecel ku hadlaya waxaan tacsi u diraya murugale oo aan aad ula murugoonaya ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo familygiisi iyo caruurtiisi waxaan leeyahay kaligiin in kama dhiman samir iyo iimaan Allah in ka siiyo anagoo dhan buu naga dhigtay anagoo dhan ba xasuusan doona mana dhiman wuu dhuntay because wuxuu inooga tagay maanta dhan gabayadiisi bay ii soo diraayeen dadku marka ma inaga dhiman uu dhuntay ilaahayna waxaan uga baryayna wax badan waa u ducayn doonaa wax badan waa xasuusan doonaa marka walaal ma hadli karo tacsidaas soo galay waan ku salaamayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu jannadiisa ku irsaaqo inuu maartay marti la jecel yahay ka dhigo ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waa u jeedaan indhaha la iska ridayaa kii dhaqaaq ayaa la iska dilayaa kii wax garanaya la iska dilayaa kii ummada iyo dhalinyarada wax dareensiinaya la iska dilayaa ana adeer wax ku salaamayaa tacsidaasan soo galay samri iyo iimaan allah inaga siiyo inti kaloo la dhimatana allah u naxariisto intaasan walaal u soo galay waan ku salaamayaa waadna mahadsan tahay aad bay u mahadsan tahay abwaan sugaal cabdulle annaga habar gidir nagama ahayn sacad nagama ahayn waxa weeye abwaan soomaaliyeed buu ahaa meeshaasi waxaa ku dhimatay gabar 10 caruur ah haysatasan sheegnay iyadana ma arkaysay macnihii saleeban ah waliba ma arkaysay dad aan isu dhownahay oo qaraabo ah macnihii ay qaraabo yihiin iyaduna Allah u naxariisto iyo kuwa kale oo meesha ku geeriyooday si kastaba ha ahaataba ma arkaysay meel yaraan ka tusaaya war yar dalka xaaladiis meel adag bay maraysaa nimankii afgooyay sirdoonka ah yaa dilay yaana gacanta fulinta uu adeegsaday xasan iyo siimkiisi tiimkiisi aloo shood u shaqaystayaal markii la dilay shirkii ma burburay lafta gareen ma soo baxay mise ma soo bixin intaas sadaa wax ku fahmi weysid inaa wax fahamtid ma rabtid marka dalka Soomaaliya xaalad khatar uu ku jiraa ma arkaysay cawada madaxweynaha Soomaaliya tiimkiisi magaalo ka mid ah magaalooyinka shabaab bay tagi rabaan dhuumaalaysi xaaladu waa xadhaxadha dal iyo dibadna waa standby xalana waa standby ciidamada badda waa standby ma arkaysay macnaheedu bariga dhexe lagu xiro ilaa iyo Soomaaliya waa standby wixii ciidan joogay marka ilaahay baan leenahay intaasi ayaan idin la soo gaarayay wixii intaasi dheeri ka ah waan isla joognaa biin ilaahi baari oo ma arkayse aan helno xir muuqaalkan muuqaalka xiga kor waxaan idin leenahay Firdowsa.